يلا قوم 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 توهم واقفين وين طالعين ها؟ نمشي يلا 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 امشي يلا يلا قوم 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 توهم واقفين يلا وين طالعين ها؟ نمشي يلا 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 امشي يلا يلا قوم 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 بكره يا جماعه الخير حبيبي تاج راسي يلا فمان الله الوعد بكره العصر يلا حياك الله هلا عمي ابو محمد هلا والله حياك شلونك يا عمي ابو محمد شو اخبارك يا عمي ابو محمد شلون امورك يا عمي ابو محمد بس خلاص حبيبي يا عمي ابو محمد يلا ماشيين والله توصي شيء يا عمي ابو محمد قايل لك لك غمه ليه والله ماشيين يا عمي ابو محمد ونروح عندنا ما الوعد بكره يا جماعه الخير جهزوا الشنط والجوازات يلا الشنط والجوازات الظهر عشان نلحق على المطار اشتري خبز يا رب يلا تفضل ايش فيك يا ماشيين يبا ماشيين ماشيين يا عمي محمد يا بويجي يا امي بويجي امك قايل لك امي يلا دوك امريضي ايش فيك يبا ايش فيك ايش فيك يلا وين داخل يبا يلا بالعزيمه بالهد يلا ماشي وين؟ نمشي عندنا شغل يبا عندنا اي شغل ده؟ يلا داخل خلاص خلاص دقيقة 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 يا جماعة الخير عشر دقايق ندخل عشان خاطر عمي ابو محمد بس عشان خاطر عمي ابو محمد بس عشر دقايق لا تتأخرون يا شباب لان تدرون ورا ورانا مطار ورانا طريق يا شباب لمن عمي ابو محمد الله يعطي شاله شاله بس ما نبي نتاخر يا عمي ابو محمد تكفى ضروري لا جد جد اتكلم لان عندنا يا عمي ابو محمد موعد المطار بكره بنروح المطار امي امي خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا خلاص خلاص ان شاء الله يلا يلا داخل 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 يا شباب داخل داخل شو اللي جاب منهم شنو بخاطرك؟ شنو جابي؟ عندي شروط. شنو شروط؟ عندي شروط. حبيبي حبيبي بدويش حاول انك تستعجل عشان لا نتاخر على المطار. الله يا ابو دويش والله يا ابو دويش ان زجران يا ابو دويش كب العيش كب وقال انك كلمته وانك تبي عسل وقال ما كبت العش باقي في الجدر شوي باقي شوي ايه يجي من الخبز خبز صامولي ولا فرن خبز بر 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 خلاص اي باعك بغرشتين عسل غرشتين عسل خلاص قال لك شاب شاب كبول شاب لو يتمسكن وش اسمه واللي ما يمشي بطاي واللي نشوف دقيقة بس خلنا نقرأ الاتفاقية قبل التوقيع نتعهد جميعا بأن يكون الأستاذ القدير بدويش
مسؤول عن المزرعة مسؤولية كاملة، ويكون هو المسؤول عن كل فعاليات المزرعة، وأمره مطاع ومسموع لمريضي والخم ربع، ويسمح له بوضع حظيرة الدجاج ولا يمس الدجاج والبيض. إيه ما يتعدى على الدجاج والبيض. إيه ويعتبر التعدي على الدجاج تعدي على بدويش وغرام لمن يتعدى. هذا هو قراراته. أنا موقع خلاص، أنا موقع ما يهتم. تكمل ويقول 30,000 غرامة. هذا توقيعتي. يلا رجع انت وحدك. يلا خلص رجع دام الورقة دي ترضيك يا ابو دويش. احنا موقعين. وقع غرامة 30,000. غرامة 30,000 على ايش؟ لو انك بكرة قلبت النعلة. قبو وقع قبو وقع وقع وقع. ايه ما عليك اهلك. وقع وقع. ما يدعيني قلبي لازم اتعدى. امشي انت مبسوط يا بدويش؟ ايه الحمد لله. سلم يا بدويش. عادة المياه المجاريه ان شاء الله. حبيبي تاج راسي، حبيبي تاج راسي. يا هلا والله، يا هلا والله حبيبي بدويش. وقعت اي وقعت حبيبي. مبسوط الحين. جيب لي ماي. ها يا ابو دويش دقيقه ركز لي يا ابو دويش. احنا وقعنا على اتفاقيه انك تصير على المسؤول عن المزرعه، ما نصير خدام له. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. ما شقيت هذه الورقه عدل. سام 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 انا الموقع. قال لي عندك تصور. ان شاء الله ان شاء الله. جيب له ان شاء الله ان شاء الله. جيب له ماي. جيب له ماي. انا مرتك انت. أنا خلاص انا اجيب لك ان شاء الله. استريح 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 استريح. الاستاذ بدويش استاهل مني خدمه بعد عمري. سم 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 يا قلبي. سم بسم الله. سم بسم الله. سم بسم الله. خدمك خدمك ان شاء الله يا قلبي. سم بسم الله. سم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الم غرامة 30,000. ايش عليه 30,000؟ في ماي مالي. ماي عادي. خلاص خلاص اجيب لك ماي. خلاص خلاص اجيب لك ماي. اجيب لك ماي. اجيب له ماي حلو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ابو كبريت. اعطونا ماي. سام هذا ماي حلو. سام يا قلبي. سام هذا ماي حلو. سام يا قلبي. سام سام بسم الله عليك. سام سام بالعافية. سام ها.